رحب بحضراتكم من جديد، وتكلمنا في بداية البرنامج عن المبادرات الرئاسية اللي حققت طفرة كبيرة في قطاع الصحة، عملت كمان تدخلات سريعة للكشف المبكر وعلاج العديد من الأمراض، منها طبعا الأمراض السرطانية. بكل تأكيد هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأهمية اكتشاف المرض في مراحله الأولى، وكمان النتائج اللي تحققت من هذه المبادرة، مع ضيفنا الدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البداية لو نتكلم عن هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة، امتى تم اطلاقها وحصيلة هذه المبادرة خلال الفترة اللي فاتت؟ طيب، هذه المبادرة هي استمرارية لمبادرات كثيرة بتقوم بها وزارة الصحة للكشف المبكر عن الأمراض المهمة والتي نهتم باكتشافها في مراحل مبكرها يعني تقليل العبء على المواطن وعلى الدولة وعلى المنظومة الصحية كلها. دي مبادرة جديدة بعد نجاح مبادرة فيروس سي، ثم مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الكبد. دي مبادرة جديدة هدفها الكشف المبكر عن 4 أنواع مهمة من الأورام، هي أورام القولون والبروستاتا والرئة وسرطان عنق الرحم. بدأت من سنة بالضبط، انطلقت في على مدار مرحلتين حتى الآن، في 9 محافظات في المرحلة الأولى، ثم 9 محافظات تانية في المرحلة الثانية، ومنتظرين إن شاء الله الفترة القادمة تدشين المرحلة الثالثة بحيث نغطينا جمهورية مصر العربية كلها. يمكن أي حاجة بتواجه أو أي تحديات ممكن تواجه أي مبادرة هي الرفع الوعي، أو أنه الناس تبقى عارفة عن المبادرة أكتر عشان يقوموا بالفحص. فإزاي النهاردة بيتم الإعلان عن هذه المبادرة لجذب عدد كبير من الناس أنهم يقوموا بالفحص؟ الحقيقة إحنا بنقوم بأعمال كثيرة هدفها التوعية وهدفها نشر الوعي عن أهمية المبادرة. احنا يعني ما بنوقفش اي جهود من ان احنا ننزل بقوافل طبيه في مؤتمرات في اي محافل فيها ناس من المواطنين كتير بتبقى موجوده، ننزل نتكلم معاهم في مناطق شعبيه نتكلم عن اهميه الكشف المبكر، لان في مشكله عندنا ثقافيه وهي موجوده في العالم كله، الناس بتخاف من كلمه السرطان والكشف المبكر، يقول لك انا كويس ما بشتكيش، ليه انزل ادور على حاجه جوايا وانا ما عنديش اي شكوى. الحقيقه هي فكره الكشف المبكر دايما ان احنا بننقي الامراض، ومش بناء على راينا، بناء على دراسات عالميه اللي معروفه ان احنا لما بنكتشفها بدري قبل ما يكون في اعراض، بناء على معطيات، يعني احنا مش بنعمل كشف مبكر لكل الناس، احنا بنعمل استبيان لكل الناس، وبناء عليه بيبقى في فئات مستهدفه احنا عارفين ان دولت نسبه الاصابه عندهم اعلى شويه، وبالتالي لما بنكتشف ده بدري بنقدر ان احنا نتحكم في هذا المرض ونمنع حدوثه ساعات او نعالجه في مراحل مبكره بطرق خفيفه خالص. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا حتى الان في السنه اللي احنا مشينا فيها حتى الان عندنا مثلا نتوءات صغيره ظهرت في مناظير قولون تم استئصالها بالمنظار وانتهى الموضوع، منعت حدوث ورم كان ممكن يؤدي الى استئصال جزء من القولون وتلقي علاج كيماوي، منعته بمنظار تم استئصال نتوء صغير وده ما كانش ليه اي عرض، بدون اي اعراض. بدون اي اعراض احنا بنكتشفه ان احنا بيبقى في فئات مستهدفه زي ما قلت لحضرتك، بناء على شريحه عمريه، بناء على تاريخ مرضي. بنعمل لهم تحليل مثلا بالنسبه للاورام او الكشف المبكر عن اورام القولون، بنعمل تحليل دم خفي في البراز، لو طلع ايجابي ساعتها بنقول لا تعالى نعمل منظار، احتمال كبير ما يطلعش فيه حاجه او يطلع حاجات حميده، ولكن في احتمال موجود انه يبقى بدايات نتوء حاجه نويه الكون اللي بنسميها ساعات المرحله الصفريه، مش احنا بنقول الاورام في مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه، عندنا حاجه اسمها المرحله الصفريه، ان هو النتوء كان في خلايا نويه الكون ولكن استأصلتها وهي لسه حاجة بيبي، يعني حاجة لسه مهمة جدا على لسه بتتكون، وبالتالي قدرت أمنع حدوث هذا المرض عند المواطن. طيب حضرتك اتكلمت دلوقتي عن فئات مستهدفة، طبعا يعني عمر معين أو تاريخ مرضي معين، ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن النقطة دي عشان المشاهدين اللي بيتفرج علينا النهاردة ولو هو حس في الفئة دي يروح يعني يستفيد من المبادرة. ممتاز. إحنا المبادرة بتستهدف أي حد من فوق 18 سنة بيملى الاستبيان. الاستبيان هدفه هنا أن إحنا ألغي العوامل الفردية أو أي واحد وآراءه الشخصية. الاستبيان ده بياخد معطيات من المواطن بناء عليه بيقول انت مستهدف لكشف مبكر عن 1 أو 2 أو 3 من هذه الاورام. بس احنا خلينا نقول مين بقى اللي المهم قوي لازم يروح، الناس اللي فوق ال 40 سنه او فوق ال 45 سنه
بالذات في الرجاله عند عشان الكشف المبكر عن اورام البروستات، المدخنين يعني قصه التدخين ده جزء مهم جدا في المبادرات الرئاسيه، لان هي اهم مسبب للاورام الرئه وهو شيء قابل للمنع، يعني وده بالنسبه لنا بنسميه من البريفنتبل كانسرز او الاورام اللي احنا نقدر نمنعها عن طريق ان احنا نبطل بعض الاساليب زي التدخين، وان احنا كمان نحمي نفسنا في العمل في بعض الاعمال اللي بيتعرضوا لابخره او بعض المواد اللي ممكن تكون مسرطنة استخدام الوسائل الحماية. احنا شعب بيحب دايما يبان ان هو جدع وما بيهموش الدخان ولا يهمه ولا يلبس ماسك ولا يلبس، لا الحاجات دي مهمة جدا، لان تراكمات هذه الأبخرة وهذه العوادم السلبي كمان او التعرض طبعًا بشكل طبعًا غير مقصود، فما بالنا بقى بالناس المدخنة. التدخين السلبي الحقيقة ان هو مسبب زيه زي اللي بيدخن بالظبط، واحنا الحقيقة معدلات التدخين السلبي في مصر عالية جدا، لان الناس في الاماكن العامة برضو بتدخن، فناس كتير قوي في المطاعم في القهاوي، الناس اللي ما بتدخنش بتتعرض كتير للتدخين، وده جزء مهم من مؤثرات الإصابة. طيب من نتائج المبادرة، ودي حاجة مهمة حضرتك أشرت ليها دلوقتي، إن احنا اكتشفنا إنه في فئة عمرية معينة هي دي اللي بنجري عليها بعض الفحوصات. مظبوط. عدد الناس اللي تم فحصهم قد إيه، سواء من السيدات أو من الرجال، ونتيجة الفحص خلال السنة دي كان إيه؟ والله احنا تقريبا في خلال السنة دي وصلنا لتقريبا 5 مليون استبيان. 5 مليون استبيان ده بيطلع منه على حسب كل نوع أو ورم مستهدف أعداد مختلفة من الناس، يعني يمكن 150 ألف مواطن كان مستهدف بالكشف المبكر عن أورام الرئة بعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية منخفض الشدة، أكتر من 50 ألف كان مستهدف بالكشف المبكر عن أورام القولون. كل دي أرقام، خد بال حضرتك احنا مش بس كمان الهدف الكشف المبكر، واحنا شغالين كمبادرة احنا كمان بنقيم البنية التحتية اللي موجودة، إذا كان في مكان محتاج مستلزمات، إذا كان دكاترة محتاجين تدريب في كل المناطق الجمهورية. حضرتك بتقول 5 مليون على جميع السرطانات. مظبوط يا فندم. طيب ده عظيم جدا. مركز الأورام يا دكتور بجامعة المنصورة حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. خلونا نتكلم ونعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم، أهلا بحضراتكم، أهلا بالدكتور خالد، وصباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. يمكن دكتور خالد كان لسه بيتكلم دلوقتي عن نسب والأرقام، الاستبيانات كانت حوالي 5 مليون، لو نقدر نتكلم عن الأرقام اللي يعني عايزين أو مستهدف تحقيقها من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بالتحديد كام يا فندم؟ هو حضرتك طبعا انا مع الدكتور خالد، ولكن كان ده طبعا خاص بالمبادرات الرئاسيه اللي بتشمل اورام كتيره بالظبط، ولكن اللي احنا بنتكلم عليه في مركز اورام المنصوره هو المبادره الرئاسيه الخاصه بصحه المراه اللي هي ابتدت، ودي كانت اول مبادره تبتدي وابتدت في شهر يوليو سنه 2019، وحقيقي كان الهدف زي ما الدكتور خالد انا سمعته حقيقي في التليفون ان هو بنزود الوعي وبنزود الامكانيات وبندرب الدكاتره، وجايز هو مركز اورام المنصوره من المراكز المتخصصه في هذا المجال وموجود في الدلتا، فكان هو المكان اللي كان كل الناس بتروح عليه، فعلشان كده الحمد لله رب العالمين احنا حققنا الى حد كبير المستهدف، كنا اعلى ناس في تحقيق المستهدف من المبادره الرئاسيه لاكتشاف اورام الثدي عند المرأة. فمثلا هنيجي نلاقي ان اعداد المترددين اللي كانوا جايين لنا من الوحدات الاوليه وصل حوالي 22 ألف حاله، ولو وصلنا ان احنا اكتشفنا حوالي 3680 حاله مصابه بسرطان الثدي في خلال هذه المبادره. طبعا الاعداد دي احنا مش بنشخص، احنا بنكتشف ناس نتيجة الوعي ان هم ما كانوش بيشتكوا من حاجة، ولكن بعد الوعي والفحص الاولي والحاجات دي تم اكتشاف ان هم فعلا مصابين بسرطان الثدي. طيب دكتور وليد ازاي تم التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا
طبعا الحالات دي بتتم على طول، بتيجي لنا من الوحدات او المستشفيات المركزيه المحيطه بينا، بيتم على طول عمل الاشعاعات اللازمه والعينات اللازمه، ثم اللي له بعض العلاجات بياخدها سواء علاجات كيماويه او علاجات موجهه، واللي بيكون له عمليه بيتم عملها مباشره، وده كله بيكون بالتعاون مع المبادره الرئيسيه، لان هي بتسجل كل الحالات دي وحقيقي بتقدم لنا كل العون في علاج المرضى دول. طيب انتوا جامعه المنصوره حصدت المركز الاول، عايز اعرف ايه الخدمات او ايه الخطه اللي تم العمل عليها للوصول للمركز الاول على مستوى الجمهوريه في تحقيق المستهدف من هذه المبادره، وازاي كمان بتدربوا الدكاتره يا فندم؟ هو حقيقي طبعا هو ده تعاون ما بين وزاره الصحه والجامعه، لان طبعا زي ما انت عارفه ان مركز اورام المنصوره هو تابع لجامعه المنصوره. طبعا وزاره الصحه في المستشفيات وفي الوحدات الصحيه قامت بتدريب الاطباء على كيفيه فحص المراه والتوعيه والارشادات اللازمه ان احنا مين المستهدف من المبادرة دي، علشان ان احنا نقدر نعمل اكتشاف مبكر وليس اكتشاف في مراحل متأخرة. فطبعا اول ما بيتفحص في الوحدة الاولية ولو في اي اعراض او اي حاجة شافها الطبيب في الوحدة او في المستشفى المركزي بيحوله على طول الى مركز اورام المنصورة. مركز اورام المنصورة محدد عيادة للمبادرة لوحدها، مش عيادات الكشف بقى، لا ده دولي اللي بيبقوا جايين من المبادره، بيبقى قاعد فيها عضو هيئه تدريس بيقوم بالكشف مره اخرى على الحاله، ولو محتاجه اشعه على طول بيعمل لها اشعه وبيعمل لها الفحوصات، ولو شك في وجود اورام بيتم التعامل معها مباشره، ولو كان الحمد لله كانت الشكوى حاجه حميده فبيتم بنطمن المريض وبنقول له على الفترات اللي هو المفروض يتابع. وكشفته على حاجه و20 الف سيده بالظبط كده، 22,000 سيد. طيب دكتور وليد، بالنسبه للاستبيان وبالنسبه للاشعه، واكيد في فحوصات وتحاليل وكشوفات، ولو تاكدنا زي ما حضرتك ذكرت انه في بالفعل سرطان للثدي، ازاي بيتم التعامل مع الحالات؟ حضرتك قلت ان احنا بنكشف عليها وبنقدم الدعم اللازم والمطلوب، ولو في عمليات بنقوم باجرائها. الرسوم عامله ايه؟ لان برضو دي حاجه من ضمن الحاجات الدكتور كان بيتكلم عنها دلوقتي، انه احنا بنخاف. تمام، ده مهم جدا بقى ان احنا نوضحه، انه كل ده بيتم بدون دفع. تمام، كويس جدا ان احنا نشير الى هذه النقطه عشان نشجع الناس اكتر، لانه حتى الدكتور خالد كان بيقول يا فندم لو تسمح لي، يعني مثلا احنا المريض العادي اللي بيجي يكشف في اي مؤسسه حكوميه بيكشف بتذكره رمزيه مثلا، المريض اللي من المبادره بيجي بس بورقه المبادره، ولا يتم حتى قطع التذكره الرمزيه. الورقة الخاصة بالمبادرة بتتم مجانا، بيخش له تراك خاص بيه، ما بيصرفش أي حاجة على الإطلاق. طيب عظيم جدا، لأنه كان الدكتور خالد بيقول دلوقتي أنه جزء من الموضوع أن أنا إيه سليم وما عنديش أي أعراض، إيه اللي يخليني أروح أن أنا أكشف وأجيب لنفسي بقى وش وجع دماغ وأكتشف أن أنا عندي حاجة، فكمان هيبقى فيه فلوس؟ لا، فإحنا الحمد لله المبادرة بتتكفل بكل شيء يا دكتور. اي بالظبط كده، دي مجانيه تماما، سواء علاج سواء عمليات سواء كشف سواء اشعه سواء عينات سواء تحاليل، كل ده بالمجان. نشكرك دكتور وليد النحاس مدير مركز الاورام بجامعه المنصوره، ونرجع مره ثانيه لضيفنا العزيز الدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه، وكنا بنتكلم عن انواع السرطانات المختلفه اللي بتشملها هذه المبادره، وحابه اعرف من حضرتك ايه اخطر انواع السرطانات. طيب يعني هو ما فيش او سرطانات مش خطيره، هو الخطر هو اكتشاف المتاخر لاي ورم. يعني أنا لو عندي ورم خطير واكتشفته بدري زي أورام الرئة، أورام الرئة من الأورام الخطيرة، اكتشافها في مراحل مبكرة بيؤدي لنسب شفاء تفوق 90% و95%. أورام البروستاتا قد تكون أقل خطورة، والحقيقة إحنا دي من الأورام اللي لما بنكتشفها حتى في مراحل متأخرة عندنا علاجات بتقدر تتحكم في هذا المرض لفترات طويلة جدا. ولكن خلينا نتكلم بطريقة شمولية أكتر، إحنا كمنظومة صحية لما نصرف فلوسنا كلها على مراحل متأخرة كتير، الفلوس دي مش هتقضي أن أنا أعرف أعالج الناس كلها. وبالتالي أي دولة والدول المتقدمة كلها بتبذل جهود أنها تصرف في فكرة الكشف المبكر لأسباب كتيرة. أولا المواطن هو الهدف رقم واحد، أن هو يعيش وأن هو
لو عنده حاجه. هو احنا بالمناسبه مش بنمنع حدوث حاجه، هي لو انا ما اكتشفتش في الكشف المبكر فانا هكشف كمان سنه لما اكتشفها متاخر، وبالتالي اكتشافها مبكرا بيؤدي الى نسب شفاء اعلى، استخدامنا للعلاجات المزعجه اقل، تكلفه اقل على الدوله، وعبء اجتماعي واقتصادي على الفرد اقل، لان اي حد بيصاب بهذا المرض العيله كلها بتتلخبط، اقتصادات المنزل كلها بتتلخبط، وبالتالي دي كلها فوائد. انا بصرف دلوقتي فلوس عشان قدام هوفر كتير على مستوى الدوله وعلى مستوى المواطن، وطبعا الاهم هو صحه المواطن. طيب ده عظيم جدا. ايه العلامات الاوليه للاصابه بالسرطان؟ حلو قوي. احنا طبعا في المبادره احنا مهتمين بالكشف المبكر، ولكن كمان ان احنا لما يكون في حد عنده بدايات اعراض نبتدي ان احنا نوجهه صح للكشف عن هذا المرض. بالنسبه مثلا لاورام القولون، فقدان الوزن او امساك مستمر او اسهال مستمر او وجود دم في البراز، يعني احد العلامات اللي موجوده في الاستبيان اللي بخلال نوجهه لعمل منظار قولون اللي يكون فيه دم في البراز، او ان احنا مثلا في اعراض رئويه يعني مستمره لفترات طويله، الساعات المواطن يسميها ايه، كحه سجاير، هو لا ان في سعال مستمر، او ان احنا في بلغم معرق بدم، او ان احنا في قرشه نفس مستمره لفتره طويله، ده برضو لازم ان احنا بسرعه نتوجه لعمل اشعه. عند الناس اكبر سنا اعراض اللي هي البروستاتا المزمنه، ان انا بخش حمام كتير بالليل، او ان انا البول بيقطع معايا. بالنسبه للسيدات وعنق الرحم، طبعا السيدات اللي عندهم بعض الافرازات المستمره برضو لازم تكشف، وان كان احنا في الكشف المبكر عن اورام عنق الرحم الحقيقه ان احنا بنعمل كشف مبكر عن الفيروس المسبب لهذا الورم، فالهدف وهو ومنظمه الصحه العالميه بتطلب من الدول في العالم كلها ان بسنه 2030 نكون قضينا على اورام عنق الرحم عن طريق ان احنا نكتشف مبكرا فيروس اللي اسمه الاتش بي في اللي هو المسبب الرئيسي لاورام عنق الرحم، وبالتالي احنا هدفنا في السيدات في شريحه عمريه اصغر. يعني دي منظمه الصحه العالميه بتقول ان لازم نكون عاملين مسحه عنق رحم على الاقل مره عند سن 35 ومره عند سن 45، عشان كده الفئات العمريه مختلفه على حسب النوع، وبنبتدي الاستبيان من بدري، لان في بعض الاورام بنكتشفها ساعات في سن مبكر شويه، فاحنا بنجمع معلومات، لان ممكن كمان سنتين ثلاثه اقول لك الفئه العمريه دي اتغيرت، فانا هعمل كشف مبكر. احنا بندرس برضو الاحصائيات بتاعتنا احنا كمصر اللي ممكن تكون مختلفه عن بقيه العالم، ممكن تبقى عندنا حاجه اقل، عندنا حاجه اكتر، وبالتالي بنعيد يعني توجيه المنظومه على حسب الاحصائيات والمعلومات اللي بتطلع لنا. بنشوف بنات عندهم في اوائل العشرينات او في العشرينات من عمرهم وعندهم اورام في الثدي، ليه بقينا بنشوف ده دلوقتي؟ الحقيقه ده في العالم كله، ده مش في مصر فقط، ولكن في العالم كله في بعض الاورام اللي بقينا نكتشف ان الفئه العمريه اللي بيحصل فيها الاصابه ابتدت تقل، ومنها بالذات الاورام الجهاز الهضمي والقولون، وده ممكن يكون مرتبط بطبيعه الاكل. احنا برضو في مصر بنسمي الاكل بتاعنا بقى وسترنايز. يعني ايه وسترنايز؟ يعني بقينا ناكل زي الناس بتوع بره، بقى البرجر والحاجات المقليه في زيوت، وطبيعه الاكل بتاعتنا الاصليه اللي فيها خضروات وفاكهه اكتر وزيت زيتون، يعني بعيدا عن الحاجات بقى المقليه في الزيوت واللحوم المحفوظه، يمكن تكون ده ليها جزء ان هو يحمي من كتير من الامراض. بالمناسبه السمنه برضو بتؤثر على الاورام الثدي في السيدات، وبالتالي احنا من جزء بقى من شغلنا مش بس الكشف المبكر، احنا كمان عندنا تراك واضح للاقلاع عن التدخين وتوعيه عن الاساليب الصحيه السليمه، من اساليب غذائيه، من رياضه. انا عايز اقول لحضرتك ان الاساليب الغذائيه والرياضه قد يكون ليها يعني دور في الحمايه والعلاج قد ويمكن اكتر من العلاجات الغاليه جدا اللي احنا بنستخدمها. حضرتك وضحت نقطه مهمه جدا، اهميه الكشف المبكر، وذكرت انواع السرطانات المختلفه، ويمكن بنسمع خلال الفتره الاخيره عن سرطان البنكرياس وبدا ينتشر شويه، والمشكله فيه انه ما بيظهرلوش اعراض في البدايه، دايما يكتشف للاسف في مراحل متاخره. طيب يعني خليني اقول لحضرتك، هو الكشف المبكر في العالم كله ليه اسس، الاسس بتاعته بتقول ان لازم يكون عشان يبقى كوست افكتيف، او يعني التكلفه تعود على المواطن في الاخر بالمنفعه، ان لازم يكون مرض منتشر، عندي تحليل سهل مش مزعج اقدر اعمله
يديني اشاره ان ده احتمال يكون مصاب وعندي علاج فعال لي. اورام البنكرياس ما بتنطبقش عليها دي قوي، هو فعلا من الاورام الشرسه. ما احنا عندنا اورام كتيره، اورام بنكرياس، اورام المخ، في اورام الغشاء البلوري، كلها دي انواع اورام الحقيقه طبعا احنا عارفين ان هي يعني اشرس من بعض الامراض الاخرى، ولكن ما فيش حد اثبت في العالم ان الكشف المبكر عن هذه الاورام بيغير شيء في النتائج على المنظومه الصحيه. تاني انا ما اقدرش اروح للمواطنين كلهم اقول لهم اعمل رنين تكلفته عاليه قوي، صحيح، او ان انا اعمل منظار واخد عينه من البنكرياس، يعني ده مش حاجه منطقيه. اذا كنا احنا بنقول لهم ناخد عينه دم صغيره خالص او عينه براز ولسه بقى محتاجين نقنعهم ويقول لك ليه وانا كويس فالحاجات اللي هي اصلا ابسط التحاليل، فما بالك بمنظار وتخدير وكده. بالظبط كده. وبالتالي هو العالم كله ما فيش حد بيعمل كشف مبكر، ولكن هو المهم دايما ان احنا يبقى عندنا وعي صحي في اي بقى مرض باورام او غير اورام، ان احنا الكشف المبكر عند وجود اعراض مزمنه. يعني اورام البنكرياس بتبتدي بفقدان في الوزن، يعني عسر هضم. هذه الاعراض المزمنه تتطلب ان احنا يبقى في وعي عند المواطن، وبالمناسبه عند الاطباء. يعني لازم الاطباء برضو عندي يبقى عنده سنس ان هو بنسبة 99.9 ده بيبقى مشكلة يعني حموضة وشوية التهابات في المعدة، ولكن في ممكن 0.5% صحيح ممكن يكون بنكرياس. فلازم يبقى عنده دايما الوعي ان هو ايه، طب نطمن ان ده ما فيش حاجة وبعد كده نعالجه بقى بشوية أدوية للمعدة وخلاص ما فيش مشكلة. طب يعني الخدمات اللي حضراتكم بتوفروها للوقاية، التوعية من الوقاية، احنا النهاردة بنقول الناس روحوا واكشفوا وكل حاجة، لكن كمان ازاي النهاردة انا اقي نفسي من مخاطر الإصابة بسواء HPV، سرطانات عنق الرحم، أورام الثدي، أنا كامرأة. بالنسبة للرجال نفس الشيء، الأورام اللي بتعرضوا ليها، إيه النصائح الوقائية اللي بتقدموها عشان الناس تاخد بالها من البداية؟ طيب إحنا أولا بنحاول أن إحنا ندرب كل العاملين بالقطاع الصحي من أول الوحدات الصحية، لأن هم أول خط دفاع بيقابل المواطن على الأرض، ان هم يبقوا متدربين على هذه المعلومات. وبنبقى موزعين بعض المنشورات اللي مكتوب فيها كل الاساليب الصحيه الغذائيه ومن رياضه وما الى ذلك لمنع الاصابه بالاورام او تقليل احتماليه الاصابه بالاورام. طبعا اهمهم الاقلاع عن التدخين، وعندنا يعني اداره كامله مسؤوله عن خدمات الإقلاع عن التدخين وعيادات متخصصة للإقلاع عن التدخين كجزء مهم جدا لمنع أنواع سرطانات كتيرة مش بس الرئة. يعني احنا بنعمل كشف مبكر عن الرئة، ولكن التدخين ده بيسبب أورام الحنجرة، بيسبب أورام المثانة، يعني ليه للأسف أضرار كثيرة، وجزء منها بره الأورام، الجزء اللي ليه علاقة بالقلب والضغط والسكر وما إلى ذلك. احنا كمان بندرب الناس ان احنا يعرفوا يتكلموا على ايه هي الاساليب الغذائيه الصحيحه، نقلل من الدهون في الاكل، اللحوم المحفوظه، الاكل اللي بيبقى مقلي في زيوت بالذات المهدرجه والمتكرره الاستخدام، والتوجه بقى للاكل الصحي اللي فيه خضروات اكتر، سلطات اكتر، فاكهه، اكل متوازن، والرياضه. احنا جميل مش جداً من الشعوب اللي عندها ثقافه الرياضه دي، يمكن ابتدت تكتر الفتره اللي فاتت، ولكن الحفاظ على وزن مثالي والرياضه من احد اهم الاسباب منع الاصابه بالسرطان. طيب سريعا جدا يا دكتور، انا عايز اطمن على نفسي، ازاي ادخل في المبادره دي؟ طيب احنا التواصل مع المبادره عن طريق الوحدات الصحيه او عن طريق موقع 100 مليون صحه، نقدر ان احنا نخش ونملى الاستبيان، نقدر نملى الاستبيان بنفسنا او نتوجه للوحده الصحيه، بيبقى فيه موظف مختص يقدر يساعدنا في ملء هذا الاستبيان. لما بنملى الاستبيان هو السيستم اوتوماتيك بيقول له والله حضرتك مستهدف للكشف المبكر عن اورام البروستاتا، فانت مطلوب منك تعمل تحليل دلالات اورام عين الدم، هتتوجه على المستشفى الفلانيه، او بالمناسبه بيوجهه كمان لاسم المستشفى، بيوجهه على اسم المستشفى ويختار المكان الاقرب. واحنا بنحاول نسهل على المواطن على قدر الامكان، فتعاوننا كمان مع معامل خاصه بحيث ان احنا لو المستشفى بعيده عليه او مواعيد عملها مش مناسبه ليه يبقى يقدر يروح للمعمل الخاص ده اللي بيبقى شغال لغايه الساعه 10 بالليل. تمام. تعاوننا وكل ده مجاني، هذه المبادره مجانيه من الالف الى الياء، من اول ما بنستلمه في الاستبيان
ولو في اي حاجه محتاجه تتعمل من فحوصات او اكتشفنا حاجه وفي علاجات، هذه مبادره مجانيه من اولها لاخرها. يعني نروح اي مبادره، اي وحده صحيه، او ادخل على 100 مليون صحه عشان املى الاستبيان، ومن هنا هم هيبتدوا يشوفوا مين اللي عنده قابليه بعد شر على كل الناس طبعا، انه يبقى في اورام فتتعالج بشكل مبكر، فنوفر على نفسنا مجهود وتعب كتير جدا. بنشكرك دكتور خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي لمبادره رئيس الجمهوريه للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.